كيعلم الجميع اننا قدرنا نفوزوا بجوج زيرو في المباراه ديال اليوم، وحنا ان شاء الله هذا دافع كيعطينا باش نرجعوا ان شاء الله بقوه ونرجعوا لسلسله الانتصارات ان شاء الله ونهزوا بهذه المدينه هذه. ولا بغينا نهزوا بالمدينه خصنا نتعاونوا حنا كاملين كجمهور كملاعبين كرؤساء كمسؤولين بصفه عامه باش نهزوا بهذه المدينه. حشومه وعاره اننا نكونوا في هذه المرتبه هذه، ما تستاهلش هذا الفريق. حنا كلاعبين ما كيشرفناش اننا نكونوا بهذا المستوى، والجمهور واللي هو كيضحي معانا اكثر من القياس، خصنا حنا نهزوا به ان شاء الله. وحنا دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نرجعوا باش نعاودوا نشوفوا نصحوا الاخطاء ديالنا اللي كيوقعوا لنا في لي ماتش اللي فاتوا. ما يمكنش نراتاو ماتشات كيكونوا هنا في الارض ديالنا كنراتاوهم فاسيلمو، وان شاء الله حنا راجعين بقوه ان شاء الله، وكنوعدوا الجمهور ديالنا اننا نبقاو غاديين في هذه السكه هذه ان شاء الله.